أهلا بكم من جديد. ضمن سلسلة تقارير إيران من الداخل، نستعرض اليوم الميليشيات التي تدعمها طهران في الدول العربية. هذه الميليشيات باتت تستخدمها إيران أداة لفرض سيطرتها وتهديد الأمن القومي والعربي. باید انقلاب ما به همه جا صادر بشد، این معنی غلط را ازش برداشت نکنن که ما میخوایم کشور گشایی کنیم. ما همه کشورهای مسلمون را از خودمون میدانیم. همه کشورها باید تصدير الثورة هدف أنفقت عليه طهران مليارات الدولارات منذ عام 82، فكانت النتيجة ميليشيات منتشرة في لبنان والعراق واليمن وسوريا وغيرها. وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه. عام 82 أعلنت ميليشيا حزب الله عن نفسها في لبنان بدعم مالي وعسكري وإداري إيراني لم يتوقف حتى اليوم، فبات أداة تضرب بها طهران من يعارضها. وباتت ميليشيات حزب الله اليوم من أخطر المنظمات التي تهدد الأمن العربي والإقليمي. ميليشيات الحوثي في اليمن كانت تتلقى المال بأكياس تقلها الطائرات إلى مطار صنعاء. قدمت طهران لعناصر هذه الميليشيات التدريب في قم وجنوب لبنان، ومدتهم بالسلاح بداية عن طريق ميناء ميدي التابع لمحافظة حجة. وبين عامي 2012 و2013 احتجزت سفن عدة قبالة موانئ حضرموت والمهرة على بحر العرب جنوب اليمن، وكان أشهرها جيهان واحد. النظام الإيراني تسلل برفق قبل عقود إلى العراق، لكن بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 استغل الفرصة فدعم الميليشيات التابعة له كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر ولائحة أخرى طويلة، وكان آخرها الحشد الشعبي الذي تقوده إيران تحت غطاء دعم استشاري. في السنوات الأخيرة ضخت إيران المئات من عناصر الحرس الثوري وميليشيات حزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية وغيرها في سوريا، هذا بالإضافة إلى ما أنفقته على الأسلحة والاقتصاد، إذ كشفت نيويوركر أن ما يقارب 7 مليارات دولار قدمتها طهران لدمشق لحماية اقتصادها من الانهيار. الدعم الإيراني لميليشياته في الدول العربية لم يعد سراً، فقائد فيلق القدس قاسم سليماني يتفاخر بنشر صوره وهو يتنقل بكتائبه في كل من العراق وسوريا. رولا الخطيب، العربيه.